الفنانة الجميلة المتألقة دائما سهام جلال، بقول لك منورة الدنيا كلها. ميرسي، منورة بيكوا انتوا. نورك، وحريصة النهاردة انك تباركي طبعا لمسيو مختار على السنتر بتاعه. طبعا طبعا. بصي، مختار كوافيري انا ما اقدرش استغنى عنه، بعدين ما ينفعش يبقى بيعمل حاجه جديده ما بقاش موجوده معاه في نفس اليوم. بجد مبسوطه لانه يستاهل ومتاخر على الخطوه دي، وانا عجبني قوي الديزاين، عجبني شكل عام، في فرق كبير بين المكان ده والمكان اللي قبله. ربنا يوفقه، واتمنى له الخير يا رب والنجاح ان شاء الله. اشتغلتي معاه او هو اشتغل معاكي في اعمال فنيه ولا بس؟ اعمال مخفيه مع استاذ عادل امام، هو اللي عمل لي اللوك بتاعي. كنت عامله شعر ومركبه اكستنشنز، فكنت اول مره اعمل حاجه الاكستنشن الرينج ده. مختار يمتاز في مصر انه كل الكوافيرات بتعمل رينج واشكال كتير من الاكستنشنز، بس انا فعلا لما جربت معاه وجربت بره، لا في فرق كبير. فخلص لما بيبقى عندي لوك او عندي شخصيه او عندي حاجه بحضرها، باجي عارفه ان انا في ايد امينه، هيعمل حاجه، شعري مش هيتهلك، شعري مش هيحصل فيه مشكله. اهم حاجه اعتقد ثقه. بص، ثقه بين يعني زي ما بيبقى عندك ثقه في مخرج، يبقى عندك ثقه في مؤلف، انت عندك ثقه في كوافيرك، في ماكيرك، يعني هي من اساسيات الفنان. يعني في الحياه، يعني بعيدا عن الفن بقى، في الحياه الشخصيه بتهتمي انك تحطي اكستنشن شواتير والكلام ده؟ دلوقتي مش حاطه اي حاجه. لا لا، ده شعر. قالك ده شعرك الطبيعي الشخصيه؟ انا عايشه بطبيعتي، يعني لا اصلها ههلك شعري ليه، لكن ما فيش اللوك بقى لشخصيه جديده ما شاء الله، مش محتاجه. يعني لا لا، شعري معدي يعني، ماشي مكمل معايا يعني.